ميغان فوكس تعلن خطبتها بطريقة خارجة عن المألوف. ابقوا معنا وتعرفوا على التفاصيل. أعلنت النجمة الأمريكية ميغان فوكس خطبتها من صديقها مغني الراب ماشين جان كيلي بعد علاقة بدأت منذ عام ونصف. وتناقلت وسائل الإعلام أن ميغان 35 عاماً أعلنت نبأ الخطوبة أمس الأربعاء من خلال مشاركة فيديو لعرض زواج ماشين جان لها على صفحتها على تطبيق إنستغرام لمشاركة الفيديو. وكشفت ميغان أن الخطوبة تمت أمس الأول الثلاثاء، وقالت إنها قامت هي وماشين بشرب دماء كل منهما دم الآخر للاحتفال بهذه المناسبة، وهذه تعد ثاني خطبة لميغان، حيث إنها خطبت وتزوجت من الممثل براين أوستين في عام 2010. وبعد 10 أعوام أعلن الاثنان انفصالهما في مايو 2020. ولدى الاثنان 3 أبناء هم نوح وبودي وجيرني، ولدى ماشين جان ابنة تبلغ 12 عاماً من علاقة سابقة. وميغان فوكس ممثلة إنجليزية ولدت في 16 من مايو 1986. بدأت ميغان طريقها في التمثيل في 2001 في عدة شخصيات ثانوية في البرامج التلفزيونية والأفلام، ولعبت دوراً متكرراً في هوب أند فيث. وفي 2004 بدأت التمثيل في الأفلام في دور في فيلم Confession of a Teenage Dream Queen الذي تسبب في شهرتها بشكل كبير.